هذه الفرحة ليست في ملعب أو فضاء رياضي، بقدر ما هي أجواء فرح انتابت مرتادي أحد مقاهي العاصمة الرباط إثر تتبع مباراة أسود الأطلس ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم. المقابلة كانت في المستوى، نشكر الأسود على هذا الشيء. كان ماتش زوين وربحونا، إن شاء الله يربحونا في الماتش اللي بقاو. تفوقنا على تنزانيا وإن شاء الله دي نتفوقوا على الكونغو وإن شاء الله دي ندو الرتبة الأولى في المجموعة. هذه الفضاءات من مقاهي ومطاعم عملت على حسن استقبال مشجعي المنتخب المغربي من مختلف الأعمار ذكورا وإناثا، إذ واجه المنتخب الوطني في أولى مبارياته منتخب تنزانيا. فضل الإطار ديال الكان كجميع سميتو المقاهي كيكونوا عندنا استعدادات، كنحاولوا نزيدوا في البيرسونيل باش يكون الاستقبال ديال الجماهير اللي متحمسة، كنزيدوا لي تيليفزيون، الحمد لله كنقوموا بهذا الشيء وحنا فرحانين استعدادا لهذه المناسبة اللي ان شاء الله غتفرحنا. مختلف مقاهي ومطاعم العاصمة عاشت على الأجواء نفسها تشجيعات متواصلة ومشاعر فياضة في انتظار باقي مباريات أسود الأطلس.